بول بالجزائر العاصمة، أين خلصت الأشغال، أشغال المؤتمر إلى إعادة تجديد الثقة في أعضاء المكتب لسنتين مع تمديد مدة رئيس المكتب لنفس المدة، وأكد اعتماد خطة خماسية استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات. التغطية لحمزة بنهويس وجمال دنبوشة. إعادة الثقة في أعضاء هيئة المكتب لسنتين وتمديد فترة ولاية المدير التنفيذي لنفس المدة. ثانيا، تقوم الأفريبول بالتنسيق مع رؤساء المنظمات الشرطية الإفريقية لتنفيذ مهام عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. كذلك اعتمد المشاركون خطة استراتيجية خامسة خماسية للأفريبول لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة السيبريانية. Votre participation extrêmement active tout au long de nos travaux, vos interventions pertinentes conjuguées à la haute qualité de vos contributions nous ont permis de progresser tous ensemble dans notre réponse aux menaces criminelles dans un environnement en constante évolution. Notre organisation, riche d'un potentiel unique, des hommes et des femmes dévoués à l'application de la loi et à la sécurité des citoyens au sein des 55 pays membres, met en œuvre de nombreuses initiatives et développe des services et des outils qui contribueront à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au plus près de vos besoins opérationnels. من جهته أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي شوقي إسماعيل أنه تم وضع برنامج اتصال بين دول الأفريبول من أجل التنسيق الجيد وتعزيز التعاون في محاربة الجريمة خاصة المعلوماتية وما يدعم المنظمة على المضي قدما. également envisagé au niveau de la police africaine de coordonner leur formation si possible même leur équipement et leur matière de communication et à ce titre donc cet outil vraiment précieux qu'on vient de mettre en place qui est AFSECOM va beaucoup faciliter ce genre de travail de coordination et d'échange parce que c'est un système qui permet non seulement la téléphonie tous les moyens de communication de fax de téléconférence et donc beaucoup de collègues de police africaine peuvent travailler en même temps et discuter d'une question qui peut être urgente. أما في رده على سؤال بخصوص مذكرات التوقيف الدولية والأشخاص المطلوبين دوليا كذلك، أكد شوقي إسماعيل بأنه تم عقد اتفاق تعاون بين أفريبول والإنتربول وسيتم اعتماد آليات حديثة من أجل تسليم المطلوبين. نتعاون كذلك مع الانتربول وكذلك منظمات الجهوية سواء في افريقيا او في المناطق الاخرى في العالم ونحن بصدد تحضير اتفاق مع اميروبول يعني انت امريكا كل امريكا فيما يخص كل الاشخاص اللي هم مطلوبين بحكم القانون سواء من الجزائر ومن دول افريقيا الاخرى سيكون هناك تعاون فيما يخصهم بالطرق طبعا المؤمنة التي لا يمكن طبعا الإفصاح عنها ولكن هذه طبعا في اليوم في الوقت الذي يعني تتصاعد فيه التعاون بين المنظمات الإجرامية الدولية يعني من البديهي أن يكون كذلك تعاون بين الأفارقة وكذلك مع المنظمات الدولية.